يلا كافي. الأبو يمنين هاي تبقى أبو يمنين. نعسون ساعة 8:30 نعسون؟ زين خوش. دا تشوفوها هاي؟ اليوم المحاضرة احنا نتساوى شنو؟ المفروض أبندكس هم وياها، شوف على الوقت شنو الإرهاق اللي نعطيكم إياه. شباب المحاضرة اللي يريد يدخلها براحتكم، اللي يريد يطلع ما سجله غياب. شاي وقت من أجي أحكي وأسأل أشخص وأطلع. تمام؟ اللي عنده سؤال يسأل. محاضرة لكم مو إلي. راح نحكي عن design obstruction أو classification بالبداية. classification التقسيم مالته. جيب لازم أشوف. بديت حتى خلص؟ اه شنو؟ مناقشة هيك مالنا؟ دكتور هلا دكتور هلا عيني مناقشتك يلا شو وقت تحتاجون طاعة؟ بالعشرة يلا نحاول ان شاء الله ماشي ان شاء الله هلا دكتور أو تقسم إلى ميكانيكال أو أميكانيكال أو يسموها إلياس. هنا عندنا طبعاً هذا يجب الإنترودكشن أنه 5% من الأكيوت سيرجيكال أدمشن البيشنت دائماً اللي وصلنا في حالة الإنسان أبستركشن يكون هو إكستريملي أو يعني هذه مقدمات عن الإنسان أبستركشن. المفهوم مع الإنسان أبستركشن أنه أكو بلوكج بلوكج عادةً إحنا الإنسان أبستركشن ده نحكي على الهولو أورجان مال الجي آي تي يعني الإنجستر يعني لارج باول وسمول باول. البلوكج الميكانيكال ستراكشر ممكن هاي ستراكشر تكون يعني within the wall outside the hollow organs or inside سويت لنا البلوكج سويت لنا الاوبستركشن. اما الاليس اللي هو يوصل لنا لحاله انه سيل اوبستركشن كسيكولي كباثوفيزيولوجي لكن الكوز هو مو نتيجه انه هو اكو فد بلوكج لا اكو فد باراليس بالوول. تمام وراح نحكي وين المشكلة. طبعاً ممكن تقسم إنه partial or complete, simple or strangulated. المصطلحات ممكن راح تسمعوها. بس المين classification هو dynamic or a dynamic. dynamic شنو معناته؟ معناته إنه إحنا عندنا فد blockage. صار إنه ممكن هذا يكون نتيجة إنه chronic أو acute بدأ. معناته المسلز او البيرستالسز اللي موجوده بالانتستين شغاله ما تشتغل. ليش؟ لانه هو الفكره من الانتستين احنا من ناكل الفود انه هاي البيرستالسز تدفع الفود من السمول انتستين او من المعده للارج انتستين ويطلع على الويست برودكت فتبقى شغاله. من اكو بروستكشن يعني اوبستركشن راح تبدي تشتغل يعني هاي البيرستالسز ما تتوقف. فلذلك الانسان السيمتوم اللي راح نشوفها بعدين احنا راح نفحص راح نشوف اكو peristalsis اكو باول ساوند لكن على عكسها في حاله الادايناميك اللي هو اكو فد مشكله بالنورمال peristalsis absence بالميكانيكال يعني obstruction اللي هو ماكو فد كوز اصلا. اوكي وممكن هذا طبعا يعني ممكن يصير لنا بالبوست اوب الياس ممكن يعني صراحه شيء. المصطلح الثاني يسموه functional. الادايناميك ممكن يكون functional يعني ماكو فد اوبستركشن واضح. هنا انا من حكينا انه اكو ممكن هذا الاوبستركشن يكون انترالومينال ممكن انتراميورال يعني بالوول او انه يكون اكسراميورال وهذه الكوزز اللي راح تشوفوها قدامكم موجوده واضحه. يعني انترالومينال ممكن من اي شيء ممكن يكون انفاكشن ممكن فورم بادي جوار بولستون
او هنا اذا كونجنتال او ستركتشر اذا انتراميورال او خارجي ممكن يكون لنا باند او هيرنيا او فالفولاس وتظهر يعني هذه البوزز اللي موجودة. المهم بهذه المحاضرة حتى تفتهم الباثوفيزيولوجي مال الانسان اوبسشن. زين انه لازم نعرف شنو الباثوفيزيولوجي حتى تظهر علينا الساين والسيمتوم مال البيشنت. بمعنى انه انا اذا فهمت هذا الباثوفيزيولوجي هنا بهاي الجسمه راح اقدر استوعب انه شنو الكومبليكيشن راح تظهر وش راح يجي البيشنت وراح يظهر عليه الساين والسيمتوم وباي ستيج. بمعنى انه انا ممكن هذا الانسان اوبستركشن مثل يعني فد قصة معينة بدأت من أنا وانتهت هناك، أنا بأي مرحلة راح أشوفه هذا البيشنت راح تكون عنده ساين وسيمتوم معينة. تمام؟ أوكي زين. إحنا بالبداية صار بروكسيمال باول دايليتيشن، عندي فد أوبستركشن هذا الجزء من الانتستين، صار عندي فد أوبستركشن زين أبوف هذا الليفل مال الأوبستركشن شو راح يصير بالباول؟ قلنا إحنا إذا دايناميك فراح تستمر البيرستالسيس راح تصير راح يصير ويستنج بالمصل لانه مستمر بده يصير فيها بيرستالسيس، ومن ثم راح يصير نتيجه هذا الدايليتيشن انه اكيوميليشن مال النورمال سيكريشن مال الجي اي تي واحد مال الانتيك البيشنت اللي مستمر انه ياخذ لانه مو من اول لحظه انه عرف بنفسه انسان اوبستركشن ولا بدات الكومبليكيشن والساين سيمتوم فهو مستمر ياخذ اورال انتيك. فراح يصير عندنا proximal bowel dilatation، الموتيلتي راح تبدي تقل، نتيجة البيرستالسيس اللي راح توقف راح يصير لاكسيديتي يعني راح يصير ويكنس. تمام؟ فراح يصير كولكشن دايليتيشن، راح يصير لاكسيديتي بالوول بالمصل. هذه اول الخطوات بالباثوفيزيولوجي او كسكولي مال السيل ابستراكشن. وراها ايش راح يصير؟ ديستال لهذا الابستراكشن البيرستالسيس موجوده، اذا عندنا كونتنت مال الانتستين او اللارج باول راح تستمر انه يعني تطلع بصوره طبيعيه لانه ما عندنا ابستراكشن ديستالي يعني نورمال بيرستالسيس ونورمال ابزوربشن وراح يصير الام تي طبيعي. ولذلك مرات كلينيكلي يجي البيشنت هو انتستال ابستراكشن واحنا مشخصين انتستال ابستراكشن ويصير عنده موشن، يصير عنده باول موشن، ممكن هذه الباول موشن اللي هي تكون الاماونت قليله ولفتره محدوده معناتها انه ممكن ديستال ايفاكيويشن اللي هو هذه الحاله. عرفت شلون؟ يعني الاوبستركشن موجود بس هذه راح تسوي مسليدنج لانه الديستال بارت ما بي اوبستركشن، الديستال الاوبستركشن راح يعبر فممكن يصير عندهم موشن وهم في حاله انتسان اوبستركشن. هذا الموضوع واحد ينتبه عليه لانه ممكن يسوي لنا مسليدنج دايجنوستس. زين احنا قلنا الابوف للاوبستركشن صار ديستنشن صار غاز وفلويد اللي قلنا ممكن من الانتيك ممكن من الاكيميليشن مال الفود او نتيجه الايروبيك والان ايروبيك جروث مال البكتيريا اللي موجوده بالفود بهذا البارت. اوكي زين احنا هنا لحد الان هسه هذا الجزء اللي صار فيه باثولوجي، هذا السيجمنت اللي فوق اللي صارت فيه هاي المشاكل الفلاكسيديتي صار فيه الدايليتيشن الفرمنتيشن مال الايروبيك وان ايروبيك مال البكتيريا، هذا السيجمنت تتوقعون انه ايش راح يصير فيه؟ يعني راح يصير فيه مثلا نورمال ابزوربشن طلع الموضوع صار ثيرد سبيس يعني صار جزء من الجسم ما يستفاد منه الجسم. يعني هذا السيجمنت من الانتستين شلون؟ ما احنا قدامي ناعمون اذا نطفي الضوء شلون؟ طفيه شو نسوي؟ يعني هسه طلبات المستمعين عيني شنو تريدون؟ ناس تنام وناس ما ادري زين؟ هذا الجزء من الانتستين هذا السيجمنت راح يصير ب مال ابزوربشن يعني احنا هذا خارج التغطيه صار ثيرد سبيس مجرد بارت صار بي كولكشن. يلا ابني يلا تمام. فالبيشنت راح يصير هذا الجزء ما بي
absorption راح يدخل بموضوع dehydration. اوكي والسيكوالي مال dehydration راح نشوفها كساين وسيمتوم. زين راح يصير عندنا من accumulation راح يصير stasis راح يصير vomiting. اذا فوق ما اني هذا الانتيك اللي هو اخذته مدى استفاد من عنده لا راح افقد السوائل مال الجي اي تي نورمال مالتي راح يصير عندي فوميتنج. تمام هاي صارت عندي شغلتين وهذا الجزء من الباول راح يكون مصدر مال بكتيريال ترانسلوكيشن يعني هذا اني بده يصير بيه فيرمنتيشن والفلورا مال شو اسمه راح يصير بيها اوجمنتيشن وراح تتحول ممكن يكون سورس مال انفكشن. هسا عرفنا الباثوفيزيولوجي ايش دا يصير؟ حضرب 8 ونص او 9 اوكي الباثوفيزيولوجي اكو عليه سؤال؟ هاي مرة راح نفتهمها راح نفسر هواي اشياء بعدين بالساين سنتوم نفتهم هاي هذا الموضوع زين الموست كومن انتستان كوز اوف انتستان اوبستراكشن وخاصة بالسمول بول اللي هو الالهيجن نسبة عالية وخاصة بالبوست الأدهيجن هو ذا مين كوز. زين هنا الأسباب اللي ممكن تؤدينا إلى الانتستينال أوبستراكشن أول شيء ممكن اسكيميك اللي هي سايت مال الانستموسس هاي دايركت في السيرفر ممكن تروما ممكن فاسكولار أوكلوجن أو مثلا فورم ماتيريال الهالك اللي هو الباودر اللي موجود بالجفوف اللي نستخدمها بالعمليات اسمه التالك. زين أو الستارش الجوز اللي هو الشاش اللي نستخدمه بالتنشيف داخل العملية أو السلك بمعنى أنه أي فورم بادي نستخدمه بالعمليات ممكن يكون كوز يقرر الجسم في فورم بادي يصير رياكشن انفلاماتوري بروسس ويتكون ادهيجن أوكي أو الانفكشن اللي هو بريتونايتس أو تي في ذا كرونيك. طبعا أيضا احنا أي يعني الابدومن او جسم الانسان هو مغلق وفد سيستم متكامل من احنا نسوي فد انسلت سواء بلاغراتومي او سواء بالانجوري راح نعرضه انه هذا البروتكشن لاير اللي موجوده احنا راح اصلا يعني نخلي الجسم يعني معرض لهواي امور اللي هي يعني الفورم بادي او الانفكشن فهذه السيكولي مالتها انه يصير ادهيجن. الانفلاماتوري ديزيز اللي هذا كرونيك ديزيز او الالتراتيف كولايتس او السلام الراديشن. هذا السيكولي انه هذا البريتونيال ريتيشن شو راح نسوي؟ راح نسوي الكيو برودكشن. اكو شغلتين احنا نشوفها باللابراتومي عاده طبعا تختلف من بيشنت لبيشنت. اكو ناس نسوي لهم لابراتومي او نسوي لهم يعني ابندكتومي بعد فتره بعد شهر او شهرين او جماعه السيزيريان سكشن ممكن نجي على بيشنت ما نلقى ادهيجن نفس العمليه ونفس التفاصيل ونفس الوقت ونجي على بيشنت ثاني بعد نفس التايم نلقى عنده سيفير ادهيجن. اول شيء هذا يعتمد على البادي على الجسم على الرياكشن مالته للفورم بادي او التعرض للانفكشن واحنا نكون ايضا انه دور بانه نقلل هذا الادهيجن اللي راح يصير بوست اوب. طبعا ايش راح يصير؟ اول شيء اكو فشي اسمه فيبرينوس واكو فايبروس هذا النوعين من الادهيجن اللي يبدي اول شيء هذا نتيجه الانفلاميشن راح تكون الفيبرين اللي هو هذا ممكن يظهر لنا وراء دايز وهذا ممكن انه ينفتح بسهوله اذا يعني رجعنا فتحنا اللابراتوري او فتحنا البطن مال البيشن وهذا ممكن انه الادهيجن يتطور اذا حسب الانفلاميشن وحسب البادي مال الجسم الى فايبروس باند. الفايبروس باند فيكس صارت يعني مو ممكن انه تروح فيبرين. الفايبرس مان هي اللي نخاف من عندها وتسوي لنا انتستينال اوبستركشن بالبوست اوب اللي هو موست كومن اوف انتستينال اوبستركشن سمول انتستين بالبوست اوب. يلا فوت بابا فوت. هذا هنا نذكر انه ممكن هاي شوكه الاربع اسابيع الاولى انه بوست اوب يعني تظهر لنا شوكه ال هذه بالكولوريكتال سيرجري 25% ممكن نتيجة يصير انه الادهيجن بالجايني هابدل يعني فد نسب يعني لكم هاي المعلومات. ممكن انه يصير انه بروتكشن او يصير انه يعني انجاز هذا الادهيجن احنا كسيرجن او كجراحين طبعا كل ما يكون اقل انسلت للتشو مو اجريسيف للتشو ما نستخدم فورم بادي هوايه كل ما يكون التايم شورت كل ما نستخدم يعني ماتيريال
مو بحاجتها احنا بالعمليه، ممكن هذه اشياء تقل لنا الادهيجن بالبوست او. طبعا يعني تريتمنت مال الادهيزف اوبستراكشن اي كيس، انه احنا يا اما لابراتوري يا اما هسه في الجديد اللابروسكوب. اللابروسكوب اللي هو حل لنا هواي مشاكل. اللابروسكوب فرق عن يعني تعرفتوا انتم من العالم المحاضره، اللابروسكوب هو مينيمال انفيزف سيرجري، راح يكون اقل انسلت للبيشنت، ايضا هو فيه يعني نيجاتيف فيدباك، لكن على موضوع الادهيجن هو ليس يعني انديوسر اوف ادهيجن بالبوست اوب، مو مثل ما احنا يعني نسوي لابراتوري. ليش؟ لانه عندنا انسترومنت معدوده، وهاي الانسترومنت راح تكون سترايل اللي راح تدخل على الدومين، اللي هو ممكن ثلاثة الى اربع انسترومنتس، مو مثل ما احنا باللابراتوري يعني عندنا الجراح وعندنا الاسيستنت مال الجراح وعندنا الاسيستنت الثاني اللي هي ممكن اربع اديانات تدخل بالداخل البطن، فهذا كلها ممكن تحفز لنا انه نسوي لنا بوست اوب ادهيجن. اذا كمانجمنت او تريتمنت اللابروسكوبيك ادهيزولايسس هو بيتر ذان ري لابراتوري بالكيسات اللي تجينا انتستينال اوبستركشن نتيجه الادهيجن. اوكي زين. وحده من الكومنست كوزز اوف انتستينال اوبستركشن اللي هو الهرنيا، اللي هي قلنا 20% تقريبا من سمول باول اوبستركشن، وهذه الانواع مال الهرنيا اللي هي ممكن فيمورال، ممكن انجواينال، امبلايكال، يعني انسجنال. عادة احنا هسه هذا الرسم يعني واضح او لا؟ المشكلة اللي صار لنا بالانسان ابستركشن هو ات ذا نيك. كل هرنية اكو ساك، الساك بيها بادي وبيها النيك، المكان اللي يصير لنا به الانسان ابستركشن او الجزء اللي يصير به ابستركشن من الهرنية هو النيك. كل ما تكون النيك سمول، كل ما يكون البيشنت عنده بين اكثر، وممكن يعرض البيشنت الى انسان ابستركشن. كل ما يكون النيك مال الهرنية وايد، ممكن الكونتين مال البيشنت يكون اقل والريسك مال انتسان ابستركشن اقل. اوكي لا اكو مصطلحات مهمه بالهيرنيا راح تسمعوها بالكلينيكال. اكو فشي اسمه ريديوسبل ريديوسبل، اكو فشي اسمه انكارسريشن، اكو فشي اسمه سترانجوليشن. مو سامعين هاي المصطلحات؟ reducible or reducible انه هذا يجيك البيشنت هو يعرف بنفسه انه عنده هرنيه، يقول لي دكتور اني من اوقف واشتغل، خلينا نفرض انه بارامبلايكال هرنيه، يقول هذه تطلع تصير قد بلج عندي، من ارجع انام اقدر ارجعها او هي ترجع لحالها. تمام؟ هذه يعني معناتها من يقول لك هذه الحكايه معناتها reducible. اوكي؟ دكتور كانت هاي من اوقف وهذا تطلع، من ارجع ارجعها بس هالفتره مدى اقدر مدى ترجع، صارت ريديوسبل. هذه السيكولي من ريديوسبل الى ريديوسبل هي مراحل تمر بها الهرنيه، بس هذه مراحل نحو الاسوء، لانه ممكن هاي يعني هاي المرحله الجايه انه راح ندخل بانكارسريشن، وراح ندخل بسايكرانيليشن، وراح ندخل باسكيميا. تمام؟ فهي اول مرحله انه ريديوسبل، وممكن تبقى سنين انه ريديوسبل. المرحلة الأخيرة اللي نخاف من عندها إنه هي مرحلة السترانجوليشن. سترانجوليشن معناتها إنه هسه صار لنا كات بالبلد سبلاي للجزء اللي داخل الهرنية، اللي هي هاي أخطر مرحلة، اللي بعدها راح ندخل بالإسكيميا. زين؟ هذول اللي يجونا للطوارئ فرضا، يعني اللي عنده هو انسان خلينا نقول انسان ابستركشن اللي عنده هرنيه، والهرنيه هذه هو كانت ريديوسبل ورا دخلنا مرحله انه صارت ريديوسبل، يجون عاده انه عنده بين صار في المكان، صار بلج، و يعني ممكن انه فيفر، ممكن تندرنس. هذه هسه وصلنا مرحله انه ريديوسبل، وهوايه يجون انه هو كانت ريديوسبل وخاصه بالانجواينال. وصل مرحلة انه ريديوسبل، اجاني بين بالطوارئ وصار عندي وجع ونوزيا وممكن فومتنج. زين. مانجمنت مالتنا احنا اول خطوة انه نعالجه كونزرفتيف، نعطيه مثلا ريلاكسيشن للمسل، نعطيه ممكن فاليوم، وممكن يصير بيها ريدكشن.
لا ما صار بيها ريدكشن بالمحاولات الكونزرفاتيف بالبدايه، راح ننتقل للخطوه اللي بعدها. ليش؟ لانه احنا عندنا تايم حتى ما نتحول الى اوبستراكشن سترانجيليشن، يعني انه راح يصير كاتنج للبلد سبلاي للبيس او للجزء من الانتستين او فقر الاورجان اللي موجود بالهرنيا. فندخل على انه لازم نسوي عمليه. من علامات انه بيشنت جاني هو عنده هرنيا، علامات انه ريديوسبل او ريديوسبل او سترانجيليشن، يعني انا كلينيكلي شلون راح اميزه؟ أول الريديوسبل راح يكون البين عادة بالمكان مال الهرنية، البين مو كله سيفير، والبيشنت ما عنده سيكولي مال الانتستينال اوبستراكشن اللي شفناها بالباثوفيزيولوجي اللي احنا قلنا ممكن الديهايدريشن والفوميتينج وممكن يوصلون مرحلة سبتيسيميا. لا، هذا انه عنده بين، عنده نوزيا يعني، والتايم ما صار له هواية. زين، إذا لا وصلنا انه مرحلة سترانجيليشن، سترانجيليشن بمعنى انه اني بالبداية صار كاتنج للفينوس ريتير، يعني هذا الجزء او هذا البيس من الانتستين اللي داخل الهرنيا، شلون راح بعد انه راح يصير بي اوبستراكشن او السترانجيليشن؟ اول شيء نتيجه الاوديما اللي راح تصير راح يصير لنا كاتنج بالفينوس ريتير، الاوديما راح تزداد، راح يزداد البريشر داخل الساك او داخل النيك مال الهرنيا، راح بالسكولي راح ينقطع الارتيريال بلود سبلاي، وراح ندخل بمرحلة الإسكيميا، إسكيميا نيكروسيس بيرفوريشن. تمام؟ هذول اللي واصلين هيك مرحلة انه سترانجيليشن او بدينا بالإسكيميا، عادة يكون البين فيكست. احنا عادة ال هذول جماعة سترانجيليشن من وصلت هاي الهرنية، يعني اعرف هاي الهرنية شخصناها اول ما دخل البيشن، كان بالبداية انه كوليكي بين يروح يرجع، من صار البين فيكس بمعنى انه وصلنا مرحلة الاسكيميا. زين، لانه وقفت الانتستين، هي الكوليكي بين من يجي؟ يجي انه نتيجه البيرستالسس، مقاومه الجسم للاوبستراكشن، فالبين الكوليكي نتيجه البيرستالسس موجوده، من وقفت بيرستالسس نتيجه انه الاسكيميا صارت راح يكون البين ثابت. هاي دخلنا انه مرحله اسكيميا بعد السترانجيليشن. اوكي، هذه كانت اكو صوره راح نحكي طبعا بالاكسراي، العلامات مال الاكسراي. هذا جزء من الـ هذا المشرع اللي بالسهم اللي هو داخل الساق. الفالفولاس اللي هو جزء، يعني التشخيص ثاني من جزء اوف انسان ابستراكشن اللي هو توستنج اور اكزيال روتيشن اوف ذا بورشن اوف ذا باول على الميزنتري مالته. الموست كومن اللي هو السيجمويد، ممكن يصير لنا السيكم اللي هو الحين هاي علامه بالصوره اللي هي علامه السوسج شيب او الاوميجا شيب، هذه كلش تكون فاتيك نمونيك بالاكس راي. الفكره من عنده انه هذا الجزء صار فيه توستين، جزء من الباول اللي هو هذا على شكل الاوميجا، هذا الجزء اللي هو صار بيه التوستنج هنا راح يصير اوبستراكشن، هذا راح يكون بلايند لوب. بلايند لوب هذا بي فود كونتينت، او اذا كان هو لارج باول راح يكون بي فيكل ماتيريال وبي بكتيريا، راح يزداد الغازز وراح يصير يزداد الدايليتيشن وراح يزداد البريشر انسايد هذا اللوب. من يزداد البريشر راح نرجع بالسيكويلي انه راح يكون لنا روتين اوف ذا فينوس روتين راح يوقف، راح يزداد البريشر راح ندخل انه يقل الارتيريال سبلاي وراح ندخل ايضا بالاسكيميا. فهذا الجزء ممكن يجينا بعد فتره نتيجه الدايليتيشن اذا ما حليناه من وقت، انه بيرفوريشن نكروسيس وبيرفوريشن. زين، الكاميست احنا قلنا بالسيجمويد وهو عاده هذا بالادلت، وممكن اكو كونزرفاتيف مانجمنت له عن طريق الانس،
انه اندوسكوب ممكن نسوي له ديكومبريشن، بس هو هذا مو بيرمننت، لانه يعني ممكن ترجع الحاله مره ثانيه، يعني يصير بيها ريكيرنس اذا ما سوينا لابراتومي. زين، بس يعني رابيد ريليف نسوي. اذا السيرجري هو الحل، واحدة من الأسباب اللي هي أيضاً common في الإنسان obstruction هو acute inception. الإنسبشن إحنا عندنا جزئين من الانتستين، سواء small intestine أو large intestine، نتيجة الكريستالسز أو المس كريستالسز whatever it was، راح يدخل جزء اللي هو هذا proximal بالdistal part اللي هي هذه الصورة اللي قدامكم. ممكن يكون إليوكوليك أو سمول انتستين يعني ويا نفسها إليو إليال، يعني الجزء ويا البروكسيمال ويا الديستال راح يدخل لنا مع بعضه بهذا الشكل. طبعا راح يصير عندنا بهالشكل انه فور لاير، ناس فوق ناس، هسه راح نبينها بالصورة. طبعا التريجر ممكن هنا عادة هذول بالفيرست يير أو فلايت يصير عندهم نتيجة الفيرال انفكشن، الفير سباتش مال الليمفاتيك تيشو يصير بيها انفلاميشن، ويصير هو الكوز أو النيدس اللي راح يجي وراء البروبلم مال الانسبشن. الثامن هو الإيوكوليك عادة بالشايلد، وأكو كوليكوليك انسبشن بس هذا يكون كمان بالأدلت. هاي الصورة واضحة، هذا الجزء بالبداية أول شيء، هاي الصورة العليصة اللي هو هذا كان يعني طبيعي، بس هذا في مشكلة إنه inflammation، بعدين إنه نتيجة الperistalsis دخل واحد على الثاني، وهذا راح يكون source مال insulin obstruction. هذا صورة مقطعية من داخل هذا البارت اللي صاير فيه inception. طبعا نفس المشكله انه هذه الباور سبلاي راح تبدا تنقطع على هذا الجزء نتيجه الاوديما والترانجليشن جنجرين وممكن بيربوريشن، وراح ندخل بديف. معلومه زين، هنا اكو فشيبه في المونيت هذول الاطفال اللي هم يعني تودلر اللي هم تقريبا جوا السنه. هذا البيشنت يجيبوه اللي عنده سؤال يسأل، ما اريد بسبسة جوا السنة. هذول الأطفال يجيبوهم كل شيء ما عندهم، يقول له الأم يا دكتور هو ما عنده شيء، فجأة يجي باوت اوف سكريمينج يصرخ ويتألم اوف كوليكي بين. هذه باثوجنومونيك بالنسبة للإنسبشن، انه هو يجي تشوفه عند الطفل تفحصه كل شيء ما بي، فجأة رأسا يعني حتى سوفت ابدومن رأسا تجي باوت اوف سكريمينج يصرخ من الألم نتيجة الكوليكي بين. زين، هذا باثوجنومونيك بالانسبشن. اذا العمر اللي هو جوا السنة، ثاني شيء هذا الباوت اوف سكريمينج. ثالث شيء اللي هو شيء اسمه ريد كورنت جيلي نتيجة الانسلاك مال الميوكوزا. هذا البيس مال انسبشن ممكن انه يطلع جزء من عنده من هذا الميوكوزا، هذا السيرفس اللي هو مثل الجلي ريت كورنت ستوني ويا الستول. هذا ايضا باثوجنومونيك نتيجة انسلاخ الطبقة الخارجية مال البطانة مال هذا الجزء من الانسبشن. اوكي، ثلاث شغلات هذني ممكن تكون كلاسيكي مفيدة بالدياجنوزيس مال الانسبشن. شلون؟ يعني هي الكومن سنة، ممكن انه فوق السنة، الكومن خلال السنة، بس ممكن انه فوقها، يعني هو حتى بالكبار، احنا مو قلنا كولي كولي بالكبار بالأدب؟ يعني مهم، بس انت اقول احنا الموس كمان جوا السنة او يعني حوالين السنة. ها؟ شلون؟ اي تعال.
المهم طبعا احنا بالدايجنوزس مال اللارج الانتسان اوبستراكشن سواء كانت الياس او ميكانيكال فشي جدا مهم. ليش؟ لانه الميكانيكال لازم انه اكو فد يعني فد داخل جراحي لازم نسوي له فشي لانه ممكن هذه السكولي مالته راح تكون يعني سبتسيميا او بيرفوريشن. بس الالياس كونزرفيتيف يتعالج ما يحتاج ما عدا في حالات معينه راح نذكرها. زين هنا أنا أكو فد أشياء بالكلينيك لأنه لازم نميز أنه هذا يا جزء من الانتستين اللي فيه المشكلة سواء small intestine أو large intestine clinically اللي هسه راح نحكيها اللي هي أكو فشي نسميها cardinal sign أو cardinal feature. طبعاً الانتستين obstruction باللارج باول يعني causes الموصلي طبعا كارسينوما ممكن تكون بلاين ستركتشر فالفولاز هرني او تبار يعني هذه كلها الكوزز واضحه. المهم عندنا انه شلون نميز انه هذا سمول باول. هذا السلايد يعني يمكن اهم شيء بالمحاضره. زين فرضا انه ناس عندها انتسان الاوبستركشن او الليفل مال الاوبستركشن بروكسيمال. بروكسيمال يعني جوجنم جوجنم او جوجنم. شنو العلامات راح تصير عندهم؟ اول شيء راح يكون عندهم البوميتين كلش اوبيوس والدي هايدريشن. ليش؟ لانه راح نفقد سوائل وهذا الجزء قريب على ال... يعني على الماور راح يكون بوميتين اكو ابستراكشن اكو ستيسيز اكو كولكشن بوميتين. زين العلامات البقيه الديستنشن راح يكون مينيمال. ليش؟ لانه عاده كل ما الانتستين يعني الجزء اللي هو بروكسيمال فري وجوه صار ديستال هذا الاوبستراكشن فعاده راح يكون الجازز على كل الانتستين البروكسيمال بارت راح يبين ديستنشن. اذا كان الاوبستراكشن بروكسيمال الديستنشن مو كلش واضح بس الفوميتنج والدي هايدريشن هذين اثنين. زين البين عاده يكون سنترال بريدومينانت إذا كان بالسمول انتستين هذا بالنسبة للبين. أوكي وراح يكون مالتيبل فلويد ليفل بالإكس راي راح نحكيها. أما إذا كان ديستال فديستال لا راح يكون الديستنشن أكثر. أوكي والبين عادة سنترال وأسوسييتد ويذ distension. البين بالحالتين هو البين راح يصير لنا شغلتين. البين يا اما يجينا من الكريستالسز اذا هي كانت ميكانيكال وكوليكي اللي هذا راح يكون مستمر ككوليكي بين الى ان نوصل مرحله يعني احنا قلنا السكو اللي ممكن نشوف البيشنت من اول الاوبستراكشن ما عنده فشي بس فوميتنج وفد مايلد بين مايلد بين وممكن نجي نلقى للبيشنت واصل مرحله السبتسيميا اللي هو نهايه البرفوريشن والسبتسيميا اللي هذاك راح يكون ديستنشن البين مستمر على كل الابدومن وبيريتونايتس. اما اذا كان عندي واحد انتستينال اوبستراكشن وبدايته وبالسمول انتستين عاده البين راح يكون سنترال وما اذا كان بروكسيمال ما في ديستنشن راح يكون كوليكي بين تمام وممكن يكون لوكالايز. كل ما الامور تخرج عن السيطره ممكن البين يكون جنرالايز نتيجه البريتونايتس. اوكي زين عندنا اربع شغلات هذني لازم موجوده بالانتستين اوبستراكشن. هو الكوليك يعني الكوليكي بين فرق عن الفيكس بين او نون كوليكي انه اكو جزء بالباول ده تتحرك بيرستالتس. من اكو بيرستالتس معناته هذا وعدي اوبستراكشن طبعا من اكو اوبستراكشن هنا وخلي نقول ديستالي واني هذا الجزء البروكسيمال مال الانتستين شغال اللي هو ده يحاول يفتح الاوبستراكشن لانه ده يعتبره انه مثل اكو فد فود بارتيكل ده يدفعها.
هنا أنا راح يصير الكوليكي بين. من انه وصلنا مرحله انه صار فلاكسيديتي، هذا الجزء من الانتستين وقف ما يشتغل، ديستينشن او بيرفوريشن او اسكيميا، وصارت بيريتونايتس. فالبين ممكن يكون نتيجه البيريتونايتس، انه فيكسين يعني بين، ماكو مو بيرستالسيس، مو كوليكي. اوكي، يعني علامه النون كوليكي بين علامه سيئه انه ديتيريت هذا البيشن. اربع شغلات كاردينال ساين نقول انه هذه الانتستينال اوبستركشن لازم هذه موجوده بيها، اللي هو كوليكي بين، فوميتنج، ابدومينال ديستنشن، والكونستبيشن. حتى نقول انتستينال اوبستركشن ذني كاردينال. اكو غير ساين وسيمبتوم؟ طبعا يعني ممكن انه الاذر فيتشرز اللي هي ديهايدريشن، هايبوكاليميا، فايركسيا، ابدومينال تندرنس اللي قلنا هذا على كلها، بس هذه كاردينال الأربعة لازم موجودات، البقية مو شرط موجودات، لأنه قلنا مو كلهم يصير عندهم dehydration، مو كلهم يصير عندهم abdominal tenderness generalized. أوكي؟ طبعاً physical examination هو حالة examination للأبدومين، نبدي من الانسبكشن وراح نشوف هذولا أنه ممكن أنه هذا البارت من الابدومين اللي فيه الهرنية، ممكن parambolical هرنية راح نكون بها bulging، هذا بالانسبكشن. ممكن راح نشوف ريدنس، هذا بالانسبكشن. وبالبالبيشن طبعا يعطينا هنت اذا اكو فيزيبل يعني كريستالسيس ممكن نشوفها واضحه خاصه بالثن، او يعطينا هنت اذا اكو فد بريفيوس سكار مال اوف يعني بريفيوس سيرجري، ممكن هذا يعطينا هنت انه هذا كوز اوف اوبستركشن هو اديجن. اوكي زين، بالبيشن طبعا دول يا جماعة احنا نسأل obstruction حسب البارت مال الobstruction اللي صار، ممكن راح نشوف نحس اكو ماس، ممكن يكون localized tenderness وهذا معناتها الموضوع بعد البدايته، او انه صار لنا يعني صار اكو فد جزء بالجاردنج، او دخلنا مرحلة peritonitis و generalized abdominal tenderness و distension. والبيرتشن هنا مهم اللي هو تيمبانيك والدلنس. تيمبانيك بمعنى انه اكو دايليتد لوب او لوب عفوا بالانتستين، وممكن انه نوصل مرحله انه دل، يعني ممكن انه صار بيرفوريشن وصار فلويد كولكشن بالابدومن، وصلنا مرحله دل وراح التيمبانيك. اوكي، الاسكولتيشن بداية الموضوع بالانسان ابستركشن تخدمنا. ليش؟ لانه ممكن اكزاجريشن بالباول ساوند راح نسمعها اللي هو اكثر من 2 الى 3 بير مينيت، هذا مع علامه انه اكو يعني هايبر مورتاليتي او تشتغل بيرستالسيس هنا، بعدها ممكن ما نسمع نيجاتيف باول ساوند من صارت مرحله الفلاكسيديتي بالمصل مال الباول. تمبانك هذا طلع صوت دل، ما يطلع هذا، هذا هسه ده تاخذ تسمعون شيء؟ اي شنو؟ هواء. اكو جزء يعني جوا المكان اللي دا اطخ عليه اكو هواء. تمبانك ماكو صوت، هو هنا تشالنج الالياس، تشالنج بالدايجنوسيس لانه ما عندنا كل ساين سيمتوم، يعني تعتمد على فراسة الطبيب، على الانفستيجيشن اللي يسويها، على الهيستوري اللي ماخذه. لأن تجينا يعني ماكو باول ساوند، فيتشرز مال سان ابستراكشن بس ما في علامات كلها. الانفستيجيشن اللي نسويها حال حال اي بيشن داخل لنا للطوارئ او الامرجنسي روم، لازم نبدي بالسمبلست، وهذا رول تاخذوه بحياتكم من تسالون على الانفستيجيشن شو بدي نسوي، تبدون بالسمبلست. اوكي، السمبلست يعني هذا طبعا ما ينطبق غير مكانات بالعالم، يعني ممكن انه واحد يجينا اكيوت ابندسايتس بامريكا، اول انفستيجيشن للزو سي تي سكان. تمام، ليش؟ لانه هناك عندهم فشي الكوست مهمه،
وشركات التأمين وما أعرف إيش، إنه هذه مصاريف زايدة أنا دا أصرفها لأسوي لك كل هذه الانفستيجيشن إلى أن أوصل للسيتي سكان. طبعاً أدز السيتي سكان وبدون ما خسره، واضح؟ بس إحنا هنا أنا الرول الثاني اللي هو المستخدمة اللي هو كلاسيكال، هذا الرول إنه نبدي بالسيمبلست زين، وخاصة إحنا عندنا لأنه السيتي مكلف راح يعتبر أو يعني يحتاج انه نقل وروح وجاية، هذا لا سمبل ممكن نحصل من عنده معلومات بدون ما نوصل مرحلة السي تي، تمام؟ فانتم تسألون بالامتحان شو تسوي انفستيجيشن، تبدي بهذا السيكونس انه تبدي بالسمبل اللي هو بلاد تيست ونوصل اخر شيء للسي تي او الام ار. اوكي يعني طبعا هذول احنا بيشنت داخل علينا على الطوارئ، اريد نسوي له بريبريشن ونسوي له ريسيستيشن على كل يعني الاصعده، انا مو بس اشيل الاوبستراكشن لان هذا دخل لي بسيكولي مال ديهايدريشن، زي انا ممكن القاه واصل مرحله سبتسيميا، فمعناته انه لازم انا اشوف يعني بلاد جازل، ممكن راح اشوف السي بي سي، اريد اشوف اليوريا والكرياتينين، اريد اشوف الواي تي سي، يعني حتى اعالجه كبيشنت كامل مو بس كانسان اوبستراكشن. زين هنا الجزء المهم الاكس راي في الانسان اوبستراكشن، الاكس راي جدا مهمه. ليش؟ لانه ممكن اوصل للدايجنوزز سمبل، يعني هذه الايركت بوزيشن الاكس راي سمبل راح تكون كلش مفيده. بس شو وقت تصير مفيده؟ من اني اعرف الاناتومي، يعني من اني اعرف انه الانتستين سمول انتستين شنو الفرق عن اللارج انتستين بالاكس راي، اعرف اوصل الدايجنوزز. زين هنا اول صوره على اليسار اللي هو مبين بيها ستيبلدر نسميها فتر او نسميها فلويد لبول، جاز فلويد لبول بالاكس راي. بالاكس راي الجاز يبين اسود، الهواء يبين اسود، زين البون يبين ابيض، الفات تشو الارتيك يبين يعني رمادي او ابيض، تمام، والفلويد يبين ابيض. زين هذا الجزء هسه باول صوره هنا أنا. طبعا حتى نفرق انه هاي سمول انتستين ولارج انتستين شلون؟ نعرف انه اول شيء لازم البوزيشن سنترالي، هذه سمول انتستين واحد، ثاني شيء الدايميتر 2 الى 3 سنتيمتر ممكن هاي سمول انتستين، ثالث شيء اللي هو الفالفري كونيفنتس اللي هو الميوكوزا اللي داخل الانتستين، داخل السمول انتستين راح نكون نشوف انه هاي الفالفري كونيفنتس تعبر، لان هذا الشادو الرفيع لازم تكون عيني لا اكثر قريبة انه باقي من وول من دي الوول الثاني، هذا الشادو الابيض الخفيف. المهم هذه small intestine central الدايميتر 2 الى 3 وهذه بروبلي كونفنتس اللي هي الميكوزال فولد مال البطانه مال الانتستين، تطلع الشدو مالتها بهذا الشكل. اوكي دول يا جماعه الانسان ابزوربشن، او احنا اذا نريد نشوف اير فلويد ليفل شو ندزهم؟ ندزهم اريكت بوزيشن ابدومينال اكس راي. زين هذول طبعا البيشنت اللي يقدر يوقف، يعني احنا البيشنت مو شرط انه يجينا يتمشى، ممكن واصل مرحله قلنا انه بيرفوريشن يعني جايبيه بعربان او على سديه او اصلا ما يقدر يوقف. زين بهيجي حاله وانا بسوي اكس راي حتى شنو اللي اقدر اسويه؟ فشي نسميه لاترال ديكيوبيتاس، اخر صوره يعني البيشنت انيم صفح واخذ له اكس راي هو ممدد، نفس الفكره انا اريد اشوف اير فلويد ليفل، تمام؟ فهو هسه هنا يسموها لاترال ديكيوبيتاس، هذه بالابدومن بينت لنا الاير فلويد ليفل، تمام؟ هذه اخر صوره لنا. اكو سؤال هنا؟ نشوفه يعني هو فكرة الاير فلويد ليفل، يعني مو انه هذا هنا الاوبستراكشن، لا انه اكو ستيسيس. يعني شنو اكو ستيسيس؟
شلون؟ اي يعني انا عندي اوبستراكشن ديستالي، عندي هذا الكولكشن مال الفلويد اللي هو بروكسيمال، راح يبين لي هنا يعني احنا قلنا اكو فيرمنتيشن اكو غازز، فراح يسوي لنا غاز، راح يسوي لنا دايليتيشن. هذا الجزء مال الفلويد هو ستيسيس. احنا نورمالي ممكن نشوف 2 بالاكس راي العاديه للبيشنت العادي او لاي انسان عادي اكو الفلويد ليفل نورمالي، بس ممكن نشوف وحده اثنين ماكسيمم يعني، بس من نشوفها باكثر على ستير لدر بهالشكل هذا لا، هذا باثيك نمونيك، فهو الابستراكشن ديستالي. بس هذا فوق انه فلويد هذا كولكشن، تمام؟ في سؤال هنا انا راح اسوي لنا مقارنه انه شلون اعرف هذه لارج باول عن سمول باول بالاكس راي. اول شيء لارج باول قلنا السايز او الدايمتر مالتها ممكن يوصل 6 سم، ثاني شيء تكون بريفرال بالابدومن، ثالث شيء اكو فشي الهوسترا بزنس اوف هوسترا. الهوسترا اللي هو نفس ما قلنا اكو الفالف الكونفنتس، هي الميوكوزال فولد تبين بالاكس راي، بس الفكره مالتنا انه ما راح تكون كونتينوس من الوول للوول، راح تلقي بس هذا الشكل مالتها تشوفون، يعني بس ما توصل اصلا نص الدايمتر. هذه الهوسترا تخصرات تبين بالاكس راي. هذا اللي تف علامات نعرف انه هذه لارج انتستن مو سمول انتستن. اوكي؟ طبعا الاليوم ممكن انه ما نشوف الفولفين كونفنتس ممكن تيوبلس. وصلنا مرحله انه سيتي سكان. اهميه السيتي سكان باي دايجنوزس باي باثولوجي بالابدومن انه يعطينا صوره واضحه على كل ليفل، لانه هذه هي عباره عن اكس راي ليفل واحد عن الثاني اقل، ممكن نتحدث به اقل ال 1 سي ام عن سيجمنت عن سيجمنت، تمام؟ راح يكون مور بريسايز لانه راح يحدد لنا مكان الباثولوجي بالضبط، انه يعني هنا وين البرفوريشن، هذا الجزء اللي بي اوبستركشن، ممكن يعطينا الديجري مال الاوبستركشن مال الديستنشن، يعني هاي كل التفاصيل ممكن نحصلها بالسي تي سكان، وممكن يعطينا الكوز ايضا انه هذا كوز فالفولوس او هيرنيا، وايضا ممكن يعطينا الليفل مال الاسكيميا، يعني ممكن نشوف انه هو فد اوبستركشن بالارتيريال سبلاي لهذا الجزء من الانتستن. فالسي تي سكان مور بريسايز مور اكيوريت بس مور اكسبنسيف. الشغلة الثانية بالسي تي سكان انه انا مو كل بيشنت اقدر ادز سي تي سكان، ليش؟ برايكم؟ شلون؟ يعني يموت راح يموت هو بعد، خليه يتعرض للاشعة. يعني ليش ما اقدر اقول انسان ابستراكشن؟ مو كل اقول انسان ابستراكشن اقدر ادز سي تي. اي. يصير اكو ممكن لان الاشعاعات مالته قوية واكو بعض الناس تشوفها في الكانسر. لا شلون؟ احنا مو كل بيشنت، يعني البيشنت اللي اصلا هو انفت وجاي بي لي اب عربانه وسديه شلون ادي سي تي سكان؟ يعني احنا قلنا اوكي سي تي سكان اكيوريت وهذا، بس مو كل واحد اقدر، يعني الانفت بيشنت، البيشنت اللي هو انستيبل، يعني هذا داخل السبتسيميا انا اللي قفته وباقي عنده يعني بريتونايتس، لازم اسوي له ريسستيشن، لازم ما اقدر ادزه مباشره للسي تي سكان. مثل بحالات انه مثلا بالامرجنسي من واحد جاي وقت انجري هو انستيبل عنده مثلا مشوك، هذا ما ادز سي تي سكان اذا ما اسوي له ستيبلايزيشن، تمام؟ بس اللي سمبل يعني مثلا هذا اللي هو جاني بدايه السنة ابستراكشن عنده بين عنده هذا وجاني يتمشى اوكي اسوي له سي تي سكان، تمام؟ هذا فد موضوع جدا مهم هنا اللي هو استخدام الباريوم او الجاستروغرافين بالاستدي. ليش؟ احنا ذولا طبعا احنا نقول انه اكو فد
فد ليفل اوف ابستراكشن بالانترستين زين اعطيه فتصبر وراح يقول لي ليفل وين مال ابستراكشن وخلصت تفضل مو صحيح زين انا مشكلتي انه الباريوم اوف جوس يعني هذا اذا اعطيه اياه راح يزيد يقين بل عرفت شلون يعني راح يزيد الابستراكشن راح يصير اكيوميليشن فما اقدر استخدمه بس وين ممكن استخدمه في حالات اللي انا شاكك انه عنده فتصبر ابستراكشن اسوي له انيما باريوم انيما ممكن يعني ريتروجريد اقدر اسوي له انه احافظ انه هذا راح ينزل كل الاحوال نتيجه الجرافيتي ما راح يزيد الابستراكشن بس راح يعطيني الليفل اوكي فاذا اشك فيه انه هذا ديستل ممكن اسوي له انيما خاصه باللارج باول ابستراكشن زين شنو هو؟ اللي صار ديستال ابستراكشن هو ديستال؟ اي الانيما اذا حطيناها راح تطلع ديفيكيشن العادي اللي ديستال؟ يعني الفكره انه انا دا اسوي مو حتى دا اسوي ايفاكيويشن، دا اسوي ديستال باريوم انيما، لا حتى انه راح تعطيني فد ترو كات يعني الكات بالضبط انه هذا مكان الابستراكشن ديستال ممكن اوصل له. عرفت شلون؟ هو اصلا ما راح يصير بالاكيوميشن راح ينزل كل الاحوال فما اخاف انه اسوي الجاستروغرافين اللي هو مو باريوم الباريوم شود نوت بي طبعا خاصة من البيشنت اللي عند البريتونايتس الجاستروغرافين اللي هو يعني ووتر سوليبل اذا ديليوتد ممكن نستخدمه الجاستروغرافين الوحيد اللي ممكن نستخدمه مو الباريوم اوكي اللي هو ممكن بالاكيوت اتومي الجاستروغرافين طبعا الميزه الحلوه بي انه يعني اذا اريد استخدمه انه يميز لي بين هذه الاليوس اور دايناميك يعني فانكشنال اور دايناميك لانه هناك مالتي ليفل مال ابستراكشن هنا اكو ليفل هذا معطينا فد اشياء فد فريشر دايناوزز الجدول الطلوع عليه انه البيشنت اللي يجينا ديستنشن واللي يجينا بين يعني شنو ممكن الفريشر دايناوزز اللي ممكن نشوفها هذا الدايجرام اللي هو حاله يعني اي ديزيز شلون نسوي له مانجمنت يعني احنا اول ما نستقبل البيشنت شاكين بيه انه عنده سمول باول انتستاينال اوبستراكشن اكو ناس نمشيها كونزرفاتيف اكو ناس لا نقول راسا هذا انه سيرجري تعتمد على شنو؟ تعتمد انه اول شيء هذا البيشنت اول اتاك ما عنده بريفيوس سيرجري ما عنده موربيد يعني او كوموربيديتي مثلا هايبرتنشن او دايبيتيك ومن هالاشياء والتايم مالته مال البرزنتيشن والبرزنتيشن مالته ات ذا تايم اوف اكزامينيشن بمعنى انه انا هذا البيشنت بدا عنده العلامات مال البين او الفوميتنج ما صار له خلال ساعتين او ثلاث ساعات اوكي هذا ممكن انطيه تشانس اوف كونزرفاتيف بس اذا البيشنت انا شفته وانا يومين ورا ثلاث ايام وات ذا تايم اوف برزنتيشن البيشنت لا يعني عنده ديستنشن عنده ديهايدريشن عنده بيريتونايتس جنرالايزد ابدومينال بين هذا ما انتظر بعد ما انتظر كونزرفاتيف تمام لانه الساينوس سيمتوم اللي عنده معناته انه وصلنا مرحله ممكن ستراجوليشن اسكيميا بيرفوريشن اوكي تعتمد فانه هذا انا شفته بالبدايه اول ساعتين ثلاثه هذا راح نعطيه رول اوف كونزرفاتيف اللي هو شنو الرول اوف كونزرفاتيف شو يضمن اول شيء راح نعدل الاشياء اللي هو عنده ديفيسيت بها يعني ديهايدريشن لازم اسوي له ريسيستيشن انه اعطيه اي في فلويد اوقف طبعا الاورال انتيك لانه لحد الان عندي انا اوبستركشن وما صار بي ريليف الانتي بايوتيك مو شرط كلهم اعطيهم انتي بايوتيك الا كان انديكيتد او اكو سورس اوف انفكشن يلا ابدي انطي انتي بايوتيك زين وممكن انطي انالجيزيا طبعا وشارت مراقبه للفعاليات الحيويه الفايتال ساينز واحد وثاني شيء
انه ريبيت الاكزامينيشن كل فتره. هذا الكونزرفاتيف. زين كونزرفاتيف لي وين افضل اني انتظر عليه؟ اذا صار خلال 48 ساعه ريليف او قبل 48 ساعه اوكي هذا كيب كونزرفاتيف. ديتيريوريت ظهرت عليه علامات سترانجيليشن او البيربوريشن او البيرتونايتس اوقف الكونزرفاتيف. اوكي يعني ايش قد انا هسه انتظر عليه دكتور؟ ممكن ننتظر عليه 24 ساعة العفو 48 ساعة. بس قلنا هذا من اللي انتظر عليه؟ اللي هو فيرست اتاك ما عنده يعني سيرجري جديدة او ما مشخص مثلا انه مال سي اي او ما عنده كوموربيديتي، لانه هذول السيكويلي مالتهم ما راح تروح كونزرفاتيف. واضح؟ يعني اللي مشخص سي اي يعني شنو كونزرفاتيف راح يسوي؟ سيرجري. تمام؟ فهذا الدايجرام دا يوضح لي انه شلون الخطوات. يعني كلينيكلي ستيبل، شنو معناته كلينيكلي ستيبل؟ يعني من جد اشيك الفيتال ساينز مالته ما عنده تكيكارديا، مو مشوك، التمبرتشر مالته زين، ريسبيريتوري مالته طبيعيه. هذا كلينيكلي ستيبل. واضح؟ اذا هذا اقدر اخليه كونزرفاتيف. اذا لا شفته انه لا هاي الامور كلها مو موجوده، هذا راسا اكسبلوراتيف لابراتوري. عمليه فتح البطن الاستكشافيه اسمها اكسبلوراتوري لابراتوري. تمام؟ من واحد جبناه للطوارئ او هو اجى للطوارئ واني ما اعرف ايش عنده اريد اسوي له عمليه، شو اسميها العمليه؟ اكسبلوراتيف لابراتومي. تمام؟ بالامتحان ممكن تسالون شنو هاي العمليه؟ اكسبلوراتيف لابراتومي. اوكي. زين هذا انه هسه البيشنت اذا ستيبل، شوف رجعنا هنا انه هذا كلينيكلي ستيبل بمعنى قلنا انه هو فايتالي ستيبل. راح اقدر وين؟ اقدر اسوي له راديوجراف، اقدر اسوي له سي تي سكان لانه ستيبل. مو حكينا قبل شوي؟ زين. سوينا السي تي سكان، اجينا عليه لقينا اكو فد فاسكولار كومبرسيف او بيربوريشن. واضح يعني اكو فد بزل. ليش؟ لانه ميزنتريك فاسكولار اكلوجن واحد من الاسباب، يعني سويت له سي تي سكان وطلع ميزنتريك فاسكولار اكلوجن، هذا شنو طلع عليه بعد كونزرفاتيف؟ هذا كل دقيقة عنده تفرغ، يعني لازم ابدي اشتغل بسرعة. هذا راسا اكسبلوراتيف لابراتوري. زين، أو مثلا كومبليت اوبستراكشن بالسي تي سكان. ممكن اقول اوف كونزرفاتيف. بارشال اوبستراكتيف هذا آخر شيء ممكن اقول اوف كونزرفاتيف. زين، هذا خليته الانكو أو الكومبليت اوبستراكشن خليته كونزرفاتيف. طبعاً أول شيء nothing by mouth بعدين هذا plastic tube حتى evacuate the proximal part حتى ما يصير لي over distension the NG tube واحد من the role of conservative والintravenous dehydration يعني rehydration. صار استجابة خلال 24 إلى 48 ساعة أوكي نبقى. ما صار حول إلى secretive laboratory. تمام؟ شو اكتشفنا؟ يعني هو احنا اول حاله مالتيه اوبستراكشن. ايوه. زين شلون يعني مثلا تعتبر عمليه استكشافيه؟ هي استكشافيه. لانه انا راح ادخل على فد شيء ما اعرف دايجنوزس. يعني بالسي تي سكان اوكي قال لي هيك بس ممكن يطلع لي شيء. عرفت شلون؟ يعني مو مثلا انا داخل على عمليه واعرف ايش راح اسوي، هاي مو استكشافيه. يعني اني فاتح بطن على مود زائده، واحد مشخص اني زائده وراح ادخل اشيل الزائده. هذه ابندكتومي او اني داخل اشيل المراره عند حصو راح افوت اني اشيل المراره. بس اكسبلوراتيف لابراتومي مو انه راح افوت واشوف شكو. اوكي راح اشوف شكو ما اعرف شنو وما اعرف ايش راح اسوي. يعني راح يطلع جوا وش راح اسوي له ما اعرف. اكسبلوراتيف تبقى. زين؟ سنة ابستراكشن حكينا احنا
هاي الأشياء اللي راح نسويها. أول شيء ريسيتيشن، الرايل تيوب، الديكومبريشن، والآي في فلويد، وممكن الأنتيبايوتيك. سيرجيكال واتر بارتكولز، كانت هيرنيا فاحنا رنيت للهيرنيا، إذا كانت البادي جانجريناس فهو ريسكشن أنستوموسيس. سوالف ماري. بالسمول انتستن فرق عن لارج باول انه من اكو فد باثولوجي او اكو فد اوبريشن، انه سمول باول ممكن اسويها ريسكشن وانستموس ات ذا تايم اوف اوبريشن. ليش؟ لانه الكونتنت مال سمول انتستن استرايا. لارج باول لا، من اكو بيها بروبلم سواء بيربوريشن او تيومر او سكيميا او صار لي لازم اسويها ريسكشن، ما اقدر اسويها برايمري انستموسس، لازم نطلعها في شيء اسمه كولوستومي. عرفنا شنو كولوستومي؟ تعرفون شنو كولوستومي؟ بالعربي؟ كولوستومي كيسترايزيشن of part of hollow organ to the exterior أو to the atmosphere. يعني أي جزء من الأمعاء أو الهولو أورجانز، معدة، سمول باول، لارج باول، طلعت فتحة أو طلعت جزء ممكن عن طريق أنجي، يعني هذا الأنجي نخليه بالستومك، هذا يعتبر ستوما. ستوما هاي الكلمة من مقطعين، ستوما اللي هو extrusion of part of the hollow organs to the exterior أو to the atmosphere، والجزء الثاني اللي هو يعني ال part من الانتستر، gastrostomy، jejunostomy، ileostomy، colostomy. تشوفون يعني كل هاي موجودات، أي جزء طلعته للإكستيريور سويت للتفويه صار ستوما. وتبر the cause هنا بدنا نحكي نحن اللارج انتستين اذا صار بيها بيرفوريشن او مشكله او تيومر، من اسوي ريسكشن ما اقدر اسوي انستموسس دايركت. شنو؟ اكسترايزيشن او بارت او هالو اورجانز تو ذا اتموسفير تو ذا اكستيريور. اوكي، وات ايفر الكوز وات ايفر ذا سايت تبقى ملاصقة ستوما، كولوستومي، اليوستومي، وبها أنواع، يعني كل واحدة هاي مو موضوع. زين، احنا هنا هذول جوال انفكشن، وشفناها، قلنا هذا ممكن كونزرفاتيف وممكن هذا انه نسوي له سيرجري، انديكيشن اوف سيرجري، يعني واحد يخلي بباله انه هذا ليش اسوي له عملية؟ فكر بهاي الأشياء، إنه هذا رسم جيت عليه لقيته جرايس بروتينايتس. جرايس بروتينايتس من الباثوفيزيولوجي اللي أخذناه معناته إيش صار؟ ممكن صار سبرانجليشن وبرفوريشن وهالسكويلي. انتظر عليه كونزرفاتيف بعد له، يعني إيش راح يصير؟ إنه هي الحمى واحدة ما راح. زين، لوكالايز بروتينايتس. يعني شنو لوكالايز بروتينايتس؟ خاصية بالجسم، مثلا في حالة الأكيوت أبندكسايتس ليش ناس يصير عندهم؟ appendicular mass. ليش؟ لأنه أكو policeman of abdomen اللي هو منه؟ omentum. من أكو أي pathology بالأبدومن يجي حاوطة. زين؟ فممكن أنه إذا صار perforation بpart أو جزء من الانتستين ممكن يحاوطة الomentum فيكون localized peritonitis. ممكن ما يصير generalized peritonitis. زين؟ وهذا واحد من الانديكيشن انهم تسوي له سيرجري او علامات بيرفوريشن. دكتور اذا كان بيشنت جنرالايز يعني عالج انتي بايتس بعدين بدي له مباشره في الدخل جراحيا وعندي اكو فشي انه يعني اسمه روسيستيشن. وياي يعني انا كله راح اعالج كونزرفاتيف. ريسستيشن هذا اي بيشنت استقبله لازم اكو خطوات قبل السيرجري اللي هي ريسستيشن.
يعني هذا ما اجيبه من ايده راسن جاني من برا راسن العمليات. لازم اسوي له ريسستيشن، الريسستيشن اللي هي لازم اعوض الديهايدريشن، لازم انطي انتي بايوتيك واحضره، هذه كلمه احضر العمليه هي ريسستيشن. الريسستيشن فرق عن الكونزرفاتيف ثيرابي يا شباب، كونزرفاتيف او سيرجري، هذا يعني تو ايدنتيتي. بس الريسستيشن انعاش المريض اللي هو كل مريض استقبله انا لازم اسوي له ريسستيشن، اللي هو من استقبله الكانيله الانفستيجيشن الاي في فلويد الانتي بايتنج النثي ماي ماوث، هذه تحضير ريسستيشن. بس هذا مو انه راح اسوي له كونزرفاتيف واخلي على الكونزرفاتيف. واضح حق قلت لي جربت انت جربت دكتور اسمه راح تضر علي، اي ما تضر علي شقد تضر علي تقول بيعطيك اسوسيشن زين، انت وقت تنطيط ساعتين ثلاثه ساعتين ثلاثه تضر علي، زين راح اضر بيدي. لا دكتور ساعتين ثلاثه، هل المفعول ماله يعني يشتغل بيدي يعني قاعد تضر علي زين، انت رايك يعني انه ادخل اونلاين تضر علي؟ لا لا قصدي شقد تضر علي، تقول باش اه ما تضر علي شو ما تضر علي يعني غير قبل احضره، انت تحضرها شقد تطول يعني مينتس تحضير وذ المينتس، يعني انت بديت بيها وذ المينتس زين. اوكي خلاص، هذا ابو البريتونايتس حتى الصوره تكون اوضح. اذا واحد اجاني بولت انجري ومشوه وياي واني سويت هذا يعني دخلت راسا للعمليات وانا ما محضر لا دم ولا محضر فلويد، هذا ايش راح يسوي بالعمليه؟ من اجيب له بعدين الفلويد والدم وانا ما محضرها؟ طبعا ما راح اجاوب السؤال لان تخلوك اكثر، لذلك يعني المستمع هنا طالب جاي يتعلم. هذا مو فكره كثير، بجانب جاي. انا اوضح لك. نعم. يعني هسه هذا انه قلت انجري ومشوه. اذا ما احضره او ما محضر له فلويد وبلاد يعني ما بينفع العمليه لانه انا ما محضر شغله. نفس الشيء ابو الانسان ابستراكشن انه هو داخل البريتونايتس والديهايدريشن، اذا اني ما مسوي الريسستيشن ممكن افقده بالعمليه. عرفت شلون؟ يعني كلهم لازم ابدي لهم ريسستيشن. لازم كلهم اسوي لهم ريسستيشن. وهذه المانوفر وذين مينتس لازم انا اسويها. كل بيشنت استقبله. واضحه لو اكو بعد. بعد اسال. اسال. اي يعني ما اوكي شلون اي ما فتحنا الحوار يا شباب، ما حضرت المحاضره بعد. هذني انديكيشنز انه لازم يعني لازم انا اشوف هذه ابسولوت اكورنتيف انديكيشن للسيرجري، انه ممكن اشوف بالبابل ماس ليجن، يعني مو شرط انه يكون سي اي وهذا لازم اسوي له ريسكشن، او فيرجن ابدومن قلنا انه ما عنده بريفيس هيستوري مال سيرجري، او فيلير تو امبروف، يعني سويته كونزرفاتيف 48 ساعه مستفاد هذا سيرجري. هذول هنا اللي انه ممكن ترايل ممكن ترايل، اللي مثلا هاي وحده من عندهم ادفانس مالجنانسي، يعني ادفانس مالجنانسي اوكي يعني هوبليس كيس، يعني واحد ميتستاسز وعنده انا من راح افتح ممكن انه ما راح اخذ مال لانه التيومر مثلا منتشر على الكل انتستين، فممكن انه مشي كونزرفاتيف. يعني احنا قلنا اذا شخصنا انه مريض ناسي هذا سوي العمليه، بس في حاله مثلا انه هذا كان هوبليس كيس رول اوف كونزرفاتيف ممكن هنا ممكن ترايل ممكن يعني ترايل، او اني شاك يعني انه هذا الياس ما وصل للدياجنوزس، يعني لحد الان انه انا لا بالسي تي ولا بالالتراساوند ولا بالانفستيجيشن وصلت انه هذا شو كوز اوف اوبستراكشن، كل الاحوال انا دولة راح ابديلهم كونزرفاتيف ما افوت راسا العمليه، يعني انطيه تشانس ممكن يصير امبروفمنت.
شيء صار؟ سؤال؟ هنا أنا هذا نفس المانجمنت مال اللارج باول ستيشن اللي حكينا احنا انتي بايوتيك ستيشن وراها الاوت اوبريشن. طبعا شنو البروبلم اللي راح نلقاها نتعامل وياها سواء تيومر او سواء بيرفوريشن سمول باول لارج باول. هنا أنا اكو العمليات اللي ممكن نسويها باللارج باول يعني فشي ادفانس لكم هو انواع العمليات رايت سايد ديفيجن رايت مونوكلوكتومي ترانسفيرس كولونيك ستاندرد يعني شويه ادفانس طلعوا عليها عرفوا شنو معناتها مو كل شيء انتم مطالبين بها. وهذا هذه طبعا الفري ستيج تو ستيج وان ستيج فكره ملخصه عنها انه انا واحد عنده سي اي مثلا ديسندنت كولون وجيت عليه بالعمليه عندي عده حلول انه انا حسب وضعيه البيشنت فيزيولوجيكالي انه هو فيت وستيبل ممكن عندي تايم انه اطول بالعمليه ان ستيبل يعني ما ادري يتحمل فيزيولوجيكالي تعبان وبادي بيريتونايتس ما اعرف ايش هذا نسوي له 3 ستيجز. يعني شنو 3 ستيجز؟ يعني هذا احنا قلنا انه هناك لازم نسوي ريسكشن وبعد الريسكشن نسوي كولوستومي وبعد الكولوستومي نرجع نسد الكولوستومي. هاي 3 ستيجز صارت. هذول يا جماعة اللي انه هو بريتونايتس وانفت ومتعبان وانا جبته وسويت له ستيشن وما اريد اطول بالعملية بس اريد اسوي ريليف للأوبستركشن هذا مجرد انه اسوي كولوستومي يعني حتى التيومر ما اشيله لانه هو يسموها يعني لايف سيفينج سيرجري او يسموها دامج كنترول سيرجري يعني لازم باسرع وقت اسوي له ريليف للكوز اوف بروبلم الى ان يتحسن ممكن سكند ستيج. يعني هذا عنده تيومر مجرد سويت له تفويه للاوبستراكشن حتى ما ندخل بالسيكولي مال الاوبستراكشن التيومر حتى ما شلته بنفس الستيج تحسن فيزيولوجيكلي وضعه ريسيشن صار زين سيشن ثاني اجي اشيل الريسكشن اسوي للتيومر صارت تو ستيجز الستيج طبعا طلعت كولوستومي ايضا. الستيج الثالثه انه بعد فتره اللي هي شهرين احنا عاده بالكولوستومي نرجع نسد الباول صارت 3 ستيجز. هاي 3 ستيجز ممكن اسويها كلها مره واحده انه هذا اذا هو فت وزين وانا محضره زين نفس التايم ممكن اسوي له ريسكشن اطلع كولوستومي وبعد فتره اجي اسده هذا صار 2 ستيجز. كل التيومر حاله هو انه مستني طبعا complication and external function احنا نعرف من البطن فيزيولوجي هاي السيكوالي اللي احنا راح نشوفها البيشنت ممكن هذا طبعا يعني السيرجري مو الاوبستركشن. هنا انا بالسيرجري طبعا ممكن يصير انفكشن عندنا مول اكيد ممكن اذا اكو بيسز واكو لاك بول معرضين انه يكون انفكشن ممكن يصير ادهيجن ممكن يصير هذا اصلا قرار الكيلياس وممكن يصير ريكيرنس اوف اوبستركشن يعني صار ادهيجن مفتوح اكثر من مره ممكن يرجع اوبستركشن. البارالتيك الياس اللي هو مهم احنا عندنا جزء صاير جزء من الباول واقفه ما تشتغل صاير بيها ستيجز الكوزات اللي ممكن تسوي لنا الناس اللي هذول يجونا بوست اوب معرضين انه يصيرون يدخلون بموضوع الالياس نتيجه الالكترولايت ديستربنس او هذول اللي اصلا عندهم مشكله بالنيرو ماسكولار يعني فيلير يعني الاير باك والماجنر بلكسس طبعا يصير ستيسيس ويصير اكيوميليشن ويصير دايليتيشن واصلا ماكو كريستالسز راح نبدي كل هالسيكولي مال الانتسيال اوبستركشن فومتنج ديستنشن ماكو باول ساوند وكونسبريشن يعني شنو
شنو هي الاشياء اللي ممكن تزيد هذا الموضوع اللي هو بوست اوبراتيف؟ ممكن انفكشن، ممكن هذا الريفلكس الياس نتيجه السيرجري، نتيجه السيرفيس او ميتابوليك يعني الكتروليت ديستربنس. زين هنا انا راح نسوي له الاكس راي، ايضا راح نلقى مالتيبل فلويد ليفل. كل انسان انفكشن احنا الفكره عندنا انه لازم يعني اول اشياء نفكر بيها انه نسوي له سستيشن نعوض اللي صار عنده لوس وريليف للكومبريشن. هو ذني تو مبدئين مهمات بالانسان انفكشن، انه اسوي ريليف للموجود الاكيوميليشن للبروكسيمال الاوبستراكشن، واسوي له يعني سستيشن للفقدان. تمام؟ فانا عندي اوكي عندي هذه العلامات مال الانسان انفكشن بس ما وصلت الدايجنوزز. اكس راي اكو اير فلويد ليفل، ماكو عندي كوز بالسي تي سكان. بالسي تي سكان سويت له ما طلع لي فد كوز اوف اوبستراكشن، ماكو فد ميكانيكال، ماكو فد ماس، ماكو فد فورم بودي، ماكو فد تيومر. اوكي راح امشي على الكونزرفاتيف. بحالات معينه ممكن ابو الالياس انه افتحه، ممكن اسوي له سيرجري، ممكن من اكو فد شيء اسمه توكسيك ميديا كارون، يعني سيتم صار ديلاتيشن ممكن يوصل الى 12 سنتيم دايمتر مالته، ممكن يصير بيرفوريشن. اوكي هذا يحتاج انه سيرجري وريسكشن رايت سينو كولكتر. تمام اف ولون براتيك اس كونسيدر لابراتوري تو كونسيدر ذير از نو هيدن كوز. بس موست اوف ذا ايرياس الادينيميك تايب يعالجون كونزرفاتيفلي. اوكي بس فرانس اللي هذا كونجنتال عنده مشكله الانرفيشن دي مشكله. لا توكسيك ميجا كولون سيكويلي مال غير ديزيز ممكن يصير كومبليكيشن، واحده من عندها ممكن الالسيراتيف كولايتس يدخل التوكسيك ميجا كولون انه يصير ايلياس ويصير يعني سيفير دايلتيشن وممكن يصير بيرفوريشن. هنا عادة هذا احنا نسميه سودا اوبستراكشن، موستلي يصير اوبستراكشن بالكولون اللي هو طبعا ماكو ميكانيكال كوز او فديكيت ابدومينال ديزيز. يصير عدة سندرومز اللي هو ممكن ميتابوليك نتيجة الشوك، هذول اللي جماعة الدايبيتس او دراج نسميه سودا اوبستراكشن. اوكي وممكن يكون ايديوباثيك، هذا خاص للكولون. واسم ثاني اسمه اوديف سيندروم. هذا اللارج باول اوديف سيندروم، وهنا هذا في المقارنات الجدول بيناتهم مهم. هذا اخر شيء اللي هو في كوز ايضا من انسان اوبستراكشن اللي هو اكيوت ميزنتريك اوكلوجن. اكيوت ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن اللي هو ايضا يعتبر ادايناميك، عندنا مشكله انه صار لنا ثرومبوزس او كلوتين جزء من الارتيريال سبلاي للانتستين، واخطر شيء اللي هو سوبيريور ميزنتريك ارتري. تمام هذول المشكله بيهم انه يجي الموضوع سدن ما عنده ساينس سيمتوم، يعني يجي ممكن ستيشن مايل البين مو سيفير واذر وايز لوك نورمال، بس الديتوريشن يكون كلش سريع والدايجنوزز مالته جدا صعب. الباثوجنومونيك او العفو الدايجنوستيك اللي هو سي تي انجيو. سي تي انجيو هذا دايجنوستيك بس ما عندنا هاي الفاسيلتي بكل مكان حتى نسوي لها دايجنوزز. مرات احنا الدايجنوزز نسويه انه ندخل لابروسكوب، دايجنوستيك لابروسكوب حتى نشوف جزء من الانتستين، لانه هو شو يصير عندهم؟ راسا يبدي اسكيميا بالباول، راسا قطعت انا بلس سبلاي على بارت من الانتستين فصار عندي الياس. بس الشيء المهم اللي يفيدنا بالهيستوري انه هم مثلا عندهم
هيستوري مال ريذميا مال اتريال فيبريليشن او مثلا عنده يعني هارت فالف بروبلم او اندوكاردايتس، هذول يعني تقريبا 80% من عندهم هذا الهيستوري. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يفيدنا، اذروايز يعني ماكو فبنمونك او ساين سيمتوم راح تكون كلش واضحه في حاله الدايجنوزس فيكون دايلمة. طبعا كل السيكول اللي تبينه مع الانسان ابستراكشن يعني بس يبدي راسا اسكيميا، ما عندنا تايم انه ديستنشن وكوليت وما اعرف ايش اللي سلمنا الانسان ابستراكشن، هذول راسا كلت بلاد سبلاي راسا اسكيميا يعني راسا وصل للاند سدن اونسيت سيفير ابدومينال بين وهيستري اثيروسكلروسيس او اتريال فيبريليشن، هذا جدا مهم. الشيء الوحيد اللي ممكن انه يفيدنا فاسج اوف التر بلاد، نسال عليه انه مو دياريه وانما ممكن نفس الفكره مال الانسبشن قلنا يصير سلافنج ريد كورنت جيلي، هذا نفس الفكره نتيجه الاسكيميا بجزء من الباول من السمول انتستين راح يصير لنا سلافنج بالبطانه، فراح يطلع مثل جري مثل الريد كونتنت بالستول، وهذا مو كلهم يصيرون طبعا بس من موجوده ممكن تعطينا فد هنت انه اكو فد بروبلم ما تذكر. اوكي ذاتس ات، هذا بالنسبه للانسان ابستراكشن. المفروض عندنا يعني ابندكس المفروض همينا عندكم اياه المحطة عيدوها والتايم اوفر. سؤال اكو يلا سؤال شلون؟ مو بهاي يعني بهاي نفس التشبيه بس انا داش اقول لكم يعني هو شنو الكوز شنو اللي صار، لانه بالانسبشن اول شيء الموضوع هو طفل، ثاني شيء الكونتنت مال الباور مو ديك الباور ولا اخوانه فراح يكون كلش واضح الجيل. اي لا فايبرس هذا مو فيكس يعني ممكن يروح بس مستحيل يروح. فايبرس صار بان ارتفع اي جزء من الباور هاي لازم يسوي ما يحل بالبان جربه. سبب لانه كان سترايك ولا لاج باور سبب الكموسيس ممكن ينفتح نتيجه الانفكشن. الكموسيس انا من ارض تنزع عليك لازم اضمن انه هذا جزء السرايك ما راح يصير سليك قد طول هاي الساعه عسل ساعة ساعتين هي ساعتين بيور هاي بكتيريا ليفل يخطيت مو هي عندها شغل بكار يلا ما راح تحافظ راح تفتح خلصت طلع برا لا خلصت اذا ممكن متخلصين بانواع بيرمنت واكو تمبرري حاله كل يوم تمبرري شهرين ولا من السيد مرة ثانية؟ prepare وأني هذا محضر غاسل البول قبل يومين ثلاثة قل اللود هذا.